مشاهدينا ينضم إلينا من خان يونس بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك بشير، هل لديك تحديثات أو ما هو الجديد لديك في الساعات الأولى من اليوم؟ تحية لك بسنت. يعني ما يجري من عدوان إسرائيل موسع وخصوصا في منطقة شمال قطاع غزة، حيث توغلت الآليات العسكرية الإسرائيلية وقامت بمحاصرة منطقة جباليا في شمال القطاع غزة وسط إطلاق نار مكثف باتجاه تلك المنطقة الواقعة في الشمال. هذا يضاف إلى سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه عدة مناطق في الشمال، بدأت منذ ساعات مساء يوم أمس وتستمر حتى هذه اللحظة، حتى الغارات الإسرائيلية المكثفة باتجاه عدة مناطق في الشمال منها جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون وكذلك مدينة غزة والأحياء الشرقية مثل حي الزيتون وحي الشجاعية التي تتساقط عليها كذلك القذائف المدفعية مباشر ومتواصل باتجاه تلك المنطقة. أيضا المنطقة الغربية لشمال قطاع غزة تستهدفه الزوارق الحربية الإسرائيلية بالقذائف المباشرة والمتواصلة باتجاه تلك المناطق الغربية. في وسط قطاع غزة أيضا لا زالت الأوضاع مشتعلة، جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في مجزرة جامع الذي يقع بجوار مستشفى الشهداء الأقصى، هذا المسجد الذي استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي صبيحة هذا اليوم، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء ما يزيد عن 22 فلسطينيا. هؤلاء الشهداء قبل قليل تم تشييع جثامينهم إلى مسواهم الأخير. أيضا كان هناك قصفا استهدف مدرسة تأوي أعدادا من النازحين الفلسطينيين في منطقة الزوايد، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء شهيدين. نحن نتحدث عن ليلة دامية، يوم دامي مستمر حتى هذه اللحظة. الأعداد الأولية تشير عن ارتقاء ما يزيد عن 50 فلسطينيا بين استهداف المحافظة الوسطى واستهدافات المتكررة في شمال قطاع غزة. حتى هذه اللحظة أيضا الطواقم الطبية والإغاثية تحاول الوصول إلى المناطق المستهدفة لانتشال المزيد من المصابين والشهداء من تلك المناطق، إلا أن الطائرات المسيرة وقوات الاحتلال الإسرائيلي والآليات تفتح نيران أسلحتها باتجاه تلك الطواقم لمنعها من الوصول إلى الشهداء والمصابين وإنقاذهم. بشير، قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت طلبت سكان الشمال بالنزوح، نزحوا إلى أين بشير؟ يعني هذه أوامر جديدة نشرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وألقت بعض المنشورات الورقية من الطائرات باتجاه مناطق شمال قطاع غزة تطالب السكان هناك بالنزوح من المناطق التي تشهد عمليات قتال كما أسماها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا منطقة جباليا بالاتجاه إلى مناطق أخرى إلى في داخل قطاع غزة وتحديدا في مناطق الشمال. هي حددت أن الطرق الرئيسية للإخلاء هي عبر ممر منطقة نيد سريم، شارع البحر وشارع صلاح الدين باتجاه المناطق الجنوبية. حتى هذه اللحظة الفلسطينيين الذين خرجوا من منطقة جباليا في شمال القطاع توجهوا إلى المناطق الغربية لذات المدينة في شمال قطاع غزة، ولم تم أي حركة نزوح حتى هذه اللحظة باتجاه المحافظات الجنوبية. أشكرك شكرا جزيلا من خان يونس بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية، وأذكرك بأن سلامتك أولاً.